اليوم نحكي لكم قصة تعتبر من أكثر جيبات العيد في تاريخ صناعة الألعاب، وبطلها كان شركة يابانية عريقة اسمها سيجا. سيجا شركة نعرفها كلنا اليوم بألعاب كثير رهيبة مثل ياكوزا وسونيك وبايونيتا وغيرهم الكثير. لكن في يوم من الأيام كانت سيجا عملاق كبير في صناعة أجهزة الألعاب، زي ما اليوم نعرف أن المنافسة في سوق الألعاب بين ثلاثة أجهزة، وهي سوني ومايكروسوفت ونينتندو. يوما ما كان المنافسين الرئيسيين في السوق هم نينتندو وسيجا. أول جهاز رئيسي حقيقي للشركة في سوق الألعاب كان سيجا ماستر سيستم في منتصف الثمانينات، وكان المنافس الرئيسي لجهاز نينتندو المشهور باسم العائلة أو الانيس. طبعا هذه كانت تعتبر المعركة الأولى بين الشركتين، لكن سيجا خسرت أمام نينتندو رغم أن جهازها كان أقوى تقنيا، والسبب كان أن نينتندو عندها مكتبة ألعاب أفضل بسبب أنها كانت ترغم الشركات أن ألعابها تكون حصرية لها. نينتندو تفوقت في أمريكا واليابان بسهولة، بينما سيجا كانت أفضل بأوروبا ونافست بشكل أكبر. انتهى الجيل بخيره وشره، وبدأ الجيل اللي بعده في أواخر الثمانينات. سيجا أطلقت جهازها الجديد المعروف بجينيسيس أو الميجا درايف. في البداية ما لقى أي نجاح كبير بسبب أن قبلها بأسبوع نينتندو أطلقت جوهرتها الخالدة لعبة سوبر ماريو براذرز 3، واللي اكتسحت السوق وغطت على الإطلاق سيجا لجهازها الجديد. واستمر الجهاز يبيع بشكل متوسط إلى عام 1991. رغم أن نينتندو ما أطلقت جهاز جديد إلى الآن، لكن أخيرا وصل السوبر نينتندو وكان مع لعبة إطلاق قوية وهي سوبر ماريو وولد، وهذا اللي كان يحمس الناس يقتنون الجهاز الجديد، وخسف في مبيعات جهاز سيجا للأسف في الأرض في 1991. لكن سيجا ما استسلمت أبدا. مدير سيجا الجديد وقتها في أمريكا كان اسمه توم كالينسكي، جاهم بفكرة إرفاق لعبتهم الجديدة سونيك ذا هيدجهوك مع كل جهاز جينيسيس ينباع، وهذا القرار هو اللي رفع مبيعات سيجا إلى السقف وقدر يتغلب المبيعات السوبر نينتندو، وهذا كان في موسم أعياد 1991. وفي عام 1992 أصبحت سيجا تسيطر على 65% من سوق الألعاب الفيديو المنزلية. تفوق سيجا ما طال كثير، بحيث مع نهاية جيل السوبر نينتندو أثبت أن مكتبة ألعابها هي الأقوى بأسماء قوية مثل زلدا وميترويد اللي تألقهم راسخ إلى يومنا هذا. سيجا في نهاية المطاف باعت 29 مليون جهاز سيجا ميجا درايف، بينما نينتندو تفوقت عليها ببيع 49.1 مليون جهاز نهاية الجيل. وسيجا في هذه الفترة كانت متخبطة جدا، الشركة كانت تعرف بقدوم منافسين جدد للسوق، وكانت تستعد لهذا الشيء تطوير جهازهم القادم اللي عرفنا لاحقا باسم السيجا ساتن. للأسف سيجا اليابان كانت تعرف ان الجهاز كان بيتأخر، وكان محاولة منهم لملء الفراغ قبل ما يسبقهم المنافسين، قرروا يلقون حل بديل. الحل هذا كان إضافة اسمها 32X تتركب فوق جهاز الميجا درايف، وكان الهدف منها تصبيره إلى حين قدوم الجيل القادم، وأيضاً خيار أرخص للناس عشان تدخل عالم الـ 32-bit خصوصاً مع قدوم جهاز الأتاري جاكوار الجديد اللي أخاف سيجا. الجهاز حقق نتائج مخيبة جداً ومبيعاته حتى ما وصلت إلى مليون. المصيبة الأكبر أن الجهاز تأخر كثير لدرجة أنه صدر بشكل متزامن مع صدور سيجا ساتن في اليابان في نهاية عام 1994. سيجا ساتن صدر في اليابان وكان سعره حوالي 450 دولار، وقتها ما كان يجمع أي لعبة، بس صدرت عليه لعبة فيرتشو فايتر وباعت كثير لدرجة النسخ المشحونة كلها نفذت في وقت قياسي. طبعا اللعبة كانت محققة نجاح كبير على الأركيد، وشعبية انتقلت إلى جهاز السيجا الجديد. وهنا نكون قربنا لجيبة العيد اللي تكلمنا عنها بداية الفيديو، وهي تخص إطلاق هذا الجهاز الجديد من سيجا. فخلونا نكمل. بعد إطلاق الياباني لجهاز سيجا ساتن، كثير من اللاعبين في أمريكا بدأوا يستوردون الجهاز بأسعار وصلت إلى ضعف سعره، وسيجا أمريكا شافت الإقبال الكبير على جهازهم فقررت تتخذ الخطوة اللي بتندم عليها لاحقا بشكل كبير. في معرض E3 1995 فجر رئيس سيجا أمريكا وهو توم كالينسكي القنبلة اللي كان كل متوقع أنه يعلن موعد إصدار جهاز سيجا ساتن في نهاية السنة، لكن صدمهم وقال أن الجهاز أصبح متوفر من الآن. نعم الناس يقدرون يروحون لهاللحظة ويشترون الجهاز من الأسواق. طبعا هذا الخبر كان يعتبر مفاجأة حلوة جدا للاعبين، يعني تخيل جهاز انتظر بفارغ الصبر وفجأة يعلن متوفر في الأسواق في وقت أبكر من اللي كان متوقع بكثير. لكن رغم أن الأمور تبدو إيجابية في ظاهرها، إن السلبيات الحقيقية كانت تعد سيجا بأيام سوداء. المصيبة الأولى كانت أن سيجا قدرت تشحن 30,000 نسخة من جهاز فقط، لأنها باختصار ما كانت جاهزة ومستعدة. هذا الرقم يعتبر قليل جدا بكل المقاييس، خصوصا مع الطلب الكبير المتوقع. هذا أدى لأن الجهاز يشحن إلى متاجر مختارة فقط.
طبعا باقي المتاجر استاءوا جدا من هذا التصرف المفاجئ من سيجا، ومتاجر مشهورة جدا وضخمة مثل والمارت وبيست باي ما وصلهم ولا واحدة من أجهزة الساتون في شحنتها الأولية. الغضب كان كبير جدا، واحد المتاجر اللي كان يعرف باسم كي بي تويز رفض أن يبيع الجهاز سيجا ساتن في متجره حتى بعد توفر الوحدات لجميع المتاجر لاحقا انتقاما من سيجا. المتاجر هي شريك مهم لصانع الأجهزة، وسيجا تسببت بضرر كبير معاهم كان يصعب جدا إصلاحها. أما المصيبة الثانية كانت مع ناشري ومطوري الألعاب. الكل يعرف أن فترة إطلاق الأجهزة تعتبر فترة ذهبية، وناشر الألعاب ممكن يحققون فيها مكاسب كبيرة. للأسف شركات الألعاب أيضا انصدمت بالإعلان المفاجئ من سيجا، لهالسبب فاتهم فترة إصدار ذهبية وألعابهم ما كانت جاهزة بشكل كامل للإصدار، وبالتالي اتخذوا قرارات ما كانت في صالح سيجا نهائيا. مجموعة منهم قرروا تأجيل إصدار ألعابهم إلى وقت إصدار البلاي ستيشن، أما المجموعة الثانية قررت أنها تلغي مشاريعها ودعمها بالكامل لجهاز سيجا ساتن. سيجا فقط وفرت 5 ألعاب في يوم إطلاق جهاز سيجا ساتن، وكانت كلها ألعاب طرف أول من تطوير سيجا نفسها، وكانت الألعاب فيرتشو فايتر ودايتونا يو اس اي، كلوك وورك نايت، وورلد وايد سكر، وبانزر دراجون. الغريب في الأمر أنه ما صدرت أي لعبة جديدة لسونيك، مع أن سونيك هي اللعبة اللي كانت سبب رئيسي في نجاح جهاز الميجا درايف وتغلبه على العائلة لفترة من الزمن. حتى الإطلاق الرسمي لجهاز الساتن في أوروبا صادف نفس المشاكل، بحيث كان أبكر من المتوقع والمطورين ما كانوا جاهزين. الإطلاق المبكر هذا كان له نتائج سلبية جدا على الشركة، لكن إحقاقا للحق المنافس الرئيسي سوني كان لها دور أيضا في جعل الأمر أصعب على سيجا. لما أعلنت سيجا عن جهازها في مؤتمر E3 أعلنت أيضا أن سعره بيكون 399 دولار، ويعتبر بكذا أغلى جهاز بيع من سيجا في أمريكا على الإطلاق. لكن الصفعة وصلت من سوني في نفس المعرض، رد عليهم مدير شركة سوني ستيف بريس في خطابه الشهير لما طلع على مسرح المؤتمر سوني وقال كلمة واحدة فقط 299. طبعا حصل على تحية كبيرة من الجمهور على الكلمة، والكل استوعب أن هذا هو سعر جهاز بلاي ستيشن الرسمي لما يصدر في أمريكا، واللي بيكون أقل من السيجا ساتن ب 100 دولار كاملة. البلاي ستيشن وصل الأسواق في نهاية 1995، وخلال السنتين اللاحقة اكتسح السيجا ساتن وخرج منافسة بشكل كامل، واقتصت المنافسة في هذا الجيل بين نتندو بين جهاز 64 واللي صدرت في نهاية 1996، وبين بلاي ستيشن اللي أيضا في نهاية الجيل كان المنتصر الأكبر. سيجا استسلمت لهذا الواقع واعتبرت جهاز السيجا ساتن مشروع فاشل، وقررت أنها تبدأ مشروع جديد وتستعد صح للجيل اللي بعده. هالمرة رجعت لأيقونتها الأصلية سونيك، وكان هو بطل لعبة الإطلاق لجهاز السيجا التالي والأخير واللي كان اسمه السيجا دريم كاست. الجهاز كان أول من نوعه وقدم النقلة إلى الجيل 128 بت لما صدر في عام 1999 في أمريكا، ووقت الإصدار كانت عليه ألعاب قوية جدا لدرجة أن الكثيرين وصفوها بأفضل مكتبة إطلاق في التاريخ، بألعاب قوية مثل سونيك أدفنتشر ورزنت إيفل كود فيرونيكا وسول كاليبر وغيرهم. لكن للأسف شعبية سوني كانت جارفة، والناس قررت أن تشتري جهاز بلاي ستيشن 2 خصوصا بعد معرض E3 لما الناس شافوا ديمو لعبة متل جير سوليد 2. الدريم كاست ما كان جهاز فاشل، لكن سيجا كانت تغوص في مشاكل مالية، ونجاحات الدريم كاست المحدودة كانت أقل منها تنقذ سيجا من ورطتها اللي بدأتها سيجا من عند سيجا ساتن. سيجا لاحقا اتخذت القرار الصعب، وهو أنها أعلنت رسميا أنها خرجت من سوق صناعة الأجهزة وتكتفي فقط في صناعة الألعاب كطرف ثالث، وبدأت تنشر ألعابها على جميع الأجهزة. قصة الدريم كاست طويلة جدا، ممكن نشرحها في حلقة مفصلة كاملة. إذا كانت الفكرة عجبتكم علموني تحت في التعليقات، وقولوا لي هل ودكم حلقة ثانية أستعرض فيها لكم قصة سيجا دريم كاست. وفي النهاية مثل ما عودتونا لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة يا أروع متابعين. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.